حماية لبنان أرادها المستقبل عنوانا لاحتفاله بالذكرى 13 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري والذي أقيم في سيسايد في بيروت بحضور حشد من الشخصيات السياسية والفعالية الدينية والدبلوماسية والاجتماعية. النشيد الوطني دقيقة صمت عن روح الرئيس الشهيد وأرواح الشهداء الأبرار، فكلمة لعقيلة الرئيس الشهيد السيدة نازك الحريري. استقبلت بيروت العام الجديد الفرح وألوان الحياة، ومن وسط المدينة التي أحببتها وأهديتها مع بلدنا الحبيب لبنان عمرك وحياتك، أكد ابننا سعد وجميع اللبنانيين واللبنانيات أن بيروت عادت قلب لبنان تنبض من جديد. بعد ذلك وقفة فنية من وحي المناسبة ثم وقفة مع الأستاذ الراحل غسان تويني. أخذت التليفون أنا. قال أنا رفيق. قلت له رفيق مين؟ أولا أنت تعرف أي ساعة هوني؟ قال لا أي ساعة؟ الساعة 4 بكرة. تاني رفيق مين؟ قال رفيق حريق. قلت له إيه؟ أهلا كيفك؟ مين أعطاك النمرة؟ قال لي هلأ مش مهم هذي. طيب شو بتأمر؟ قال لي في شغلة بدك تعملها أنت مع الأمم المتحدة لازم تصير. قال القصة انه صيدا محتلة احتلوها يهود. قلت له ايه معي خبر؟ وحكينا فيها مجلس امن اليوم. قال ايه بعرف. ما في ما في ما في طحين بصيدا وما في رز وما في مدري شو. في عندي بوبير بدك مستعد تروح. الاسرائيليين ما بيسمحوا لهالبوبير تروح على صيدا مباشره. عم بيقولوا خليها تروح على حيفا، نحن بنوصل لك. ما في سداوي رح يأكل من إيد اليهودي. فوقفة شعرية لمحمد حندوش من تيار المستقبل وشريط وثائقي ثم إطلالة خاصة بالمناسبة للفنان رامي عياش. وبداية الكلام تحية تضامن مع القدس الشريف. من أجل القدس عاصمة فلسطين الأبدية أدعوكم جميعاً إلى الوقوف دقيقة تضامن تصفيقاً للقدس وصمود شعب فلسطين. وفي الخارج مواطنون تقاتروا من مختلف المناطق إلى بيروت للمشاركة عن قرب بالاحتفال. حماية لبنان عنوان اختاره تيار المستقبل للاحتفال بذكرى استشهاد مؤسسه، وهو عنوان عمل للمرحلة المقبلة التي تزخر بالاستحقاقات داخل البلد وخارجه. شرب العبود، تلفزيون مستقبل.